نصوح راح يتقدم. نصوح نصوح على الكرة. نصوح 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 جول. جول أول لفريق تشرين. الدقيقة 66 تشهد على هدف أول لفريق تشرين. إيش في هذه اللحظات؟ وكرة طويلة وصلت إلى محمد الواكد والتسديد منه. جول. جول لفريق جيش عبد الهادي الشلحة. صاروخية من عبد الهادي الشلحة. يعيد الأمور إلى بدايتها عبد الهادي الشلحة وهدف. أسيست كان جميل كان من محمد الواكد.